يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع حضراتكم. تحياتي لجماهير النادي الاهلي العظيمه، واخص كمان تحيه الحقيقه جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في ماتش امبارح، مباراه الاهلي وسيمبا. من وجهه نظري ان الجمهور كان افضل ما في المباراه. اولا نبص لنص الكوبايه المليان، نقول مبروك. صحيح تاهل بشق الانفس، كان القدر بنا رحيما الحقيقه في مواجهه سيمبا ذهابا وايابا، لكن في النهايه حققنا المراد والمطلوب. لكن ده ما يمنعش ان يبقى في كلام لازم يتقال. انا عموما زي حضراتكم، زي كل جمهور النادي الاهلي، من اول ما الماتش بتاع الاهلي بيخلص ببقى على احر من الجمر، مستني ال 90 دقيقه اللي بعدها، مستني ظهور، متشوق لظهور النادي الاهلي مره ثانيه، واقعد استنى ال 90 دقيقه الجديده يوم بعد يوم وساعه بعد ساعه لغايه لما تبدا فاصل المتعه. بالنسبه لي الاهلي متعه، الاهلي بالنسبه لي مش قصه ألقاب وبطولات، مش قصة فوز وخسارة، لكن قصة متعة. أنا بحب الأهلي، بحب وبستنى 90 دقيقة بتوع كل مباراة بصرف النظر عن أهميتها وبصرف النظر عن المنافس. حتى لو الأهلي بيلعب في كأس الرابطة، يعني حتى لو الأهلي بيلعب في بطولة بالنسبة لي لا أهمية لها، اللي اتعود يلعب في كأس العالم والتشامبيونز ليج ويحقق الألقاب ويجيب دوري ويجيب كأس ويبقى ده العادي بتاعه، مش هيستنى لقب بطولة صغيرة مهما كانت. ورغم كده تظل مباريات الأهلي بالنسبة لي هي قمة المتعة، عشان كده بستنى ماتشات الأهلي دونا عن ماتشات أي فريق في العالم. بحب فرق تانية، وفي فرق تانية ممكن تكون بتقدم كرة في منتهى الروعة والجمال. بحب السيتي وبحب البايرن وبحب برشلونة، بحب أتفرج عليهم وبشجعهم، لكن في النهاية الأهلي بالنسبة لي في حتة تانية. من حق جمهور نادي الأهلي يزعل؟ طبعا من حقه يزعل، مش بس من حقه يزعل، من حقه كمان زعله. وإذا كان في بعض الجماهير غاضبة من الشكل والمستوى اللي ظهر بيه في الأهلي في المباراتين ذهابا وإيابا، فمن حقه كمان إنه زعله وغضبه ده يوصله للعيبة والجهاز الفني. امبارح واحدة من الماتشات، ودي حالة نادرة ما يعني ما بتحصلش كتير، اللي بستنى فيها صفارة الحكم عشان الماتش يخلص. شدة الأعصاب وحالة التوتر اللي كانت موجودة في ماتش امبارح ما بتعديش عليها كتير. جمهور الأهلي، جمهور الأهلي اتعود طول عمره بصرف النظر عن مين اللعيبة اللي لابسة التيشيرت، مين الجيل اللي بيلعب باسم نادي الأهلي، أو مين الجهاز الفني، أو مين المدير الفني اللي بيتولى المسؤولية، متعودين إن هما بيكسبوا وبيحققوا بطولات. مفيش حد صاحب فضل على جماهير نادي الأهلي. مفيش حد ممكن لجمهور نادي الأهلي يقول لجمهور نادي الأهلي أنت زعلان ليه أو غضبان ليه؟ من حق الجمهور إنه يعبر عن رأيه بمنتهى الصراحة. واللي حصل امبارح في الملعب الحقيقة يستدعي إن الجمهور يزعل. والأكثر من الزعل يمكن لو حصيت كده في كفتين، ميزان الزعل وميزان الفرحة، الفرحة بالتأهل للدور قبل النهائي، والزعل والمرتبط بمشاعر قلق لأنك رايح لماتشين بشوفهم من ضمن يمكن 6 أو 7 ماتشات هم الأصعب في الموسم كله. انت رايح لمواجهه سان داونز بعد مستوى على اقل تقدير لو وصفناه بالنسبه للجمهور الاهلي ما كانش مطمئن بشكل كبير. في الساعات اللي جايه اعتقد عندنا ويندو او يعني فاصل زمني، احنا النهارده الاربع، زي النهارده هنكون لعبنا سان داونز مباراتين، الاولى في جنوب افريقيا يوم الاحد والثانيه في القاهره يوم الاربع. السؤال كيف سيستعد الاهلي وكيف سيكون الاهلي جاهزا لمواجهتين من العيار الثقيل؟ وده السؤال اللي هنحاول النهارده. بعتذر لكل متابعي السادسه، النهارده هنلغي العالمي لانه مش وقته. النهارده الحلقه كلها الاهلي وسان داونز في محاوله لقرايه سان داونز اللي هنقابله ان شاء الله في فيكتوريا يوم الاحد. المباراه هتكون الساعه 7 اعتقد بتوقيتنا في القاهره، وحمدا لله انه المواعيد مش متسابه للانديه، لان انتوا عارفين لما كنا بنقابل سيمبا كنا بنقابله في عز الظهر، ولما كنا بنلعب مع سان داونز كنا بنقابله برده في عز الظهر، فاعتقد ان التوقيت هيبقى مناسب جدا للمباراه. لكن على كل الاحوال التفاصيل عن سان داونز، قرايه الفريق، مشواره في الشامبيونز في الافريكان ليج وفي الدوري المحلي هنحاول نلقي عليه نظره. واعتقد كمان ان واحده من الحاجات اللي بتصب في مصلحتنا هي فكره الغيابات اللي بتضرب صفوف سان داونز الثلاثه، غيابات اكيده عن مباراه الذهاب. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نتابع اخبار حلقتنا. في اغلب الاوقات ان لم يكن كلها يعني او معظمها،
كلامي هنا بيبقى من القلب للقلب، يعني كلامي بيبقى كواحد من جماهير النادي الأهلي. طبعا في رسالة وفي أهداف دايما إعلام النادي الأهلي أو كل وسائل الإعلام التابعة للنادي الأهلي بتسعى لتحقيقها، لكن في نفس الوقت بنحط في اعتبارنا قدام عينينا جماهير النادي الأهلي. فعشان كده لما بنتكلم أو بننتقد بيبقى هدفنا إن احنا نصلح أخطائنا، وإحنا كان عندنا أخطاء كتير جدا. الشوط الأول ما تقدرش فيه تلوم كولر بأي شكل من الأشكال. كولر واحد من المدربين اللي تجربته في بداياتها تحمسنا لها جدا، وحتى لو كان في كبوه او سقطه ما اعتقد انه رصيده يشفع بشكل كبير جدا. لكن واحده من اكتر الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها على تميز تجربه كولر هي فكره التدوير، هي فكره ارتفاع المستوى الفردي قبل الجماعي لعدد كبير جدا من اللاعبين اللي اتطوروا بشكل كبير مع كولر، وانعكس ده بشكل ايجابي على مشوار الاهلي السنه دي، وانعكس ده كمان على الشكل الجماعي للفريق. واحدة كمان من الحاجات اللي عجبتني في شخصية كولر هي صراحته وموضوعيته. في كل مؤتمراته الصحفية كان دايما بيتكلم بشكل موضوعي جدا، لما بيحس ان في خطأ بينسبه لنفسه او بيتحمل هو مسؤوليته، وده اللي يمكن شوية الناس زعلانة منه بالذات بعد ماتش امبارح. طيب خليني قبل ما اروح لسيناريو امبارح اللي لازم نهايلايت كده احنا غلطنا في ايه عشان نحاول ان احنا، ودي وجهات نظر، وكولر اعتقد اول حد مهم جدا انه يشتغل مع التيم بتاعه، مش التيم الفريق، المساعدين بتوعه الجهاز بتاعه، على ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها امبارح وايه الحاجات اللي محتاجين نشتغل عليها بقوه عشان نلحق ماتشين صعبين جدا ان شاء الله باذن الله قبل ما نوصل النهائي في مواجهه سان داونز. خليني اقف مع حضراتكم مع اهم اخبار الاهلي النهارده في الاهلي نيوز روم. طيب واحد طبعا النهارده راحه، بكره ان شاء الله هيكون في تمرين صباحي، بعد التمرين الفريق هيطلع على المطار عشان يبدا رحلته لجنوب افريقيا، يصل جنوب افريقيا باذن الله بالسلامه يوم الخميس، يبقى في تمرينه خفيفه يوم الخميس برضو، وبعد كده تمرين تاني الجمعه، والتمرينه الاساسيه هتكون ان شاء الله السبت، والمواجهه الحد 7 بتوقيتنا هنا في القاهرة، مواجهة القاهرة في بريتوريا، أنا آسف، مواجهة الأربع هي اللي هتكون في القاهرة، وأعتقد إنها هتبدأ الساعة 5 ظهرا، الساعة 5 ظهرا. لكن في جميع الأحوال مواجهتين زي ما قلت لكم من أصعب المواجهات للأهلي. عد كده معايا إن شاء الله بإذن الله، يعني إذا قدر لينا إن إحنا ننجح في مشوار كأس العالم فهيكون عندك مباراتين على الأقل من العيار التقيل، واحدة مع اتحاد جدة، وإذا قدرت تتخطى اتحاد جدة هتكون مع بطل كوبا ليبرتادوريس. دول ماتشين بشوفهم من أصعب الماتشات في الموسم. مباراة سان داونز لو نجحت فيها بشوف إنه الأهلي قطع شوط كبير جدا، يعني بشوف إن الماتشين اللي جايين ماتشين قبل النهائي هم النهائي الحقيقي، هم النهائي المبكر. أصعب بعد كده من لو واجهت الوداد أو الترجي أو حتى إنيمبا أو مازيمبي اللي ممكن شوية يكونوا بعيد عن الصورة، لكن بشوف إنه الأهلي وسان داونز الفريق اللي هيعدي منهم فرصه كبيرة جدا في تحقيق اللقب. وبعد كده عندك الشامبيونز ليج، لو حطيت في الاعتبار انك برضو نجحت في نهايه المشوار بصرف النظر عن يعني دور المجموعات، لو نجحت في نهايه المشوار هيبقى عندك ماتشين او اربعه قبل النهائي والنهائي، لو نجحت يعني انك توصل للمرحله دي، هم برضو الاصعب على مستوى، هي دي التحديات الحقيقيه، هي دي الماتشات الحقيقيه اللي بيبان فيها معدن الفريق وقدراته. ما يهمنيش او ما بقيس قدرات النادي الاهلي على ماتشات في الدوري او على ماتشات في الكاس، لانه انا عارف ان الفوارق كبيره جدا، فسهل انك انت تظهر وتلمع وتعمل سكورات، لكن المحك الحقيقي او التحدي الحقيقي او الاختبارات الحقيقيه بتبان في الماتشات دي، وانا عارف انه معدن النادي الاهلي بيظهر بشكل كبير، وروح النادي الاهلي بتظهر بشكل كبير في الماتشات دي، والروح يمكن غابت شويه في ماتشين بتوع سيمبا. ان شاء الله باذن الله يمكن جهاز شغال طبعا على ملفات، انا مش عايز اتكلم في اسماء ومش عايز حضراتكم تتاخدوا الفكره مين شارك ومين ما شاركش. اذا كان في لعيب جاهز ده يقينا وثقه، مش بس مع كولر، مع كل لعيبه يعني مع كل مدير فنيين، مفيش لعيب هيبقى جنبك جاهز على الدكه او جاهز في السكواد النادي الاهلي بشكل عام او جاهز في اي فريق وممكن يضيف او يعمل اضافه ومدير فني مش هيشركه. مفيش مدير فني ممكن يظلم نفسه او يظلم فرقته باي شكل من الاشكال. ما اطلعوا من الحته دي لانه الجدل بقى فيها كتير والناس بتتكلم فيها كتير، واعتقد انه في لعيبه محتاجه تراجع حساباتها وكولر هيراجع حساباته مع اسماء كتير جدا في الفريق.
بيتم تجهيز متولي ونادفيد، اكتمل برنامج التأهيل بتاعهم وبيتم تجهيزهم حاليا عشان يكونوا موجودين مع الفريق. مكوين المدير الفني يمكن اتكلم واشتكى بشكل كبير من ضغط الماتشات، مدرب مدير فني سان داونز طبعا اللي هيواجه الاهلي يوم الاحد، اشتكى بشكل كبير. هو عنده اصابات ضربت الفريق حوالي 7 أو 8 اسماء، بس منهم 4 مؤثرين جدا، منهم 4 مؤثرين جدا جدا جدا. هنتكلم بالتفصيل وهتابع معاكم اخبار الاهلي واهم اخبار سان داونز، لكن اسمحوا لنا فاصل ونرجع لحضراتكم في الثالثه. أسبوع ممكن توصفه بأنه الأضعف على مستوى مشاركة لاعبين المحترفين في الخارج، في منهم كتير ما شاركش، في منهم كتير الماتشات بتاعة فرقته اتأجلت، وبالتالي مش كل لاعبتنا هتظهر معنا في فقرة جي بي اس. تعالوا نشوف النهاردة الجي بي اس هتاخدنا على فين. طيب نروح الأول لمحمد صلاح، بيعيش أيام هي من التألق الكبير على مستوى مشاركته مع ليفربول. الأسبوع الأخير كان مشاركته طبعا مع ليفر في دربي الميرسي سايد، ليفربول وإيفرتون. صلاح شارك في تحقيق فوز فريقه على إيفرتون في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0. مدة مشاركة صلاح كانت 90 دقيقة، وهو اللي أحرز هدفين ليفربول، وكان ليه 4 محاولات على المرمى و3 تمريرات مفتاحية. معدل تمريراته كان 24 تمريرة بنسبة دقة 79%، وتقييمه في المباراة دي كان 8.4 درجة، والجوائز أفضل لاعب في الدوري عن شهر سبتمبر في ليفربول. والليفربول حاليا في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، والمباراة اللي جاية لليفر هتكون أمام تولوز في الدوري الأوروبي. نروح لعمر مرموش اينتراخت فرانكفورت. الحقيقه عمر شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي فاز فيها فرانكفورت على هوفنهايم بنتيجه 3-1 في البونزليجا. مده مشاركه مرموش كانت 75 دقيقه، واحرز هدف من الثلاث اهداف اللي احرزهم فريقه. كان ليه 4 محاولات على المرمى، 5 مراوغات نجح في 4 منهم، تمريرات مفتاحيه 1 فقط لا غير. تمريراته في المباراه كانت 17 تمريره بنسبه دقه 76%، كان ليه 12 التحام ارضي منهم 9 نجح فيهم عمر مرموش، قدر انه يفسد هجمه وحيده للمنافس، وتقييمه في المباراه دي كان تقييم مرتفع جدا 8 درجات. وفرانكفورت حاليا في المركز السابع في البونزليجا برصيد 13 نقطه، والمباراه المقبله لاينتراخت فرانكفورت هتكون امام هلسنكي الفنلندي في الكونفرنس ليج او دوري المؤتمر الاوروبي. من انجلترا وبعدها المانيا نروح لتركيا، وتحديدا احمد حسن كوكا اللي شارك في طبعا في باندك سبور، وشارك في مباراه فريقه الاخيره اللي انتهت بالفوز بنتيجه 2-1 على كونيا سبور في الدوري التركي. مده مشاركه كوكا كانت 59 دقيقه، ما كانش ليه ولا محاوله على المرمى، تمريراته 9 بنسبه دقه 56%، افسد هجمات للمنافس مره واحده، وتقييمه في المباراه دي كان 6.5 درجه. بندك سبور حاليا في المركز ال 18 في الدوري التركي برصيد 7 نقاط، والمباراه اللي جايه لفريق كوكا هتكون امام فنرباشا في الدوري التركي. للسعوديه هنروح مع جي بي اس، والبدايه في السعوديه مع الخليج اللي بيلعب ليه مهاجم الاهلي السابق طبعا ومنتخب مصر محمد شريف. شريف شارك في مباراة الخليج الأخيرة واللي انتهت بخسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة 1-0. شارك شريف لمدة 90 دقيقة، وكان ليه خلال 90 دقيقة 0 محاولات على
المرمى، تمريراته 13 بنسبة دقة 85%، وقع في التسلل مرتين، تقييمه في المباراة 6.5 درجة. والخليج حاليا في المركز 13 في الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام التعاون أيضا في بطولة الدوري السعودي. آخر ظهور الأسبوع ده كان لطارق حامد لاعب وسط نادي ضمك السعودي. طارق شارك في مباراة الفريق الأخيرة واللي انتهت بخسارة ضمك أمام النصر بنتيجة 2-1. طارق لعب في المباراة دي 90 دقيقة، كان ليه 71 تمريرة بنسبة دقة 87%، محاولات على المرمى مرة وحيدة، التحامات أرضية 7 كسب منهم 4، ارتكاب أخطاء 4 مرات، إفساد هجمات للمنافس مرتين، وتقييمه 6.6 درجة. ضمك حاليا في المركز 12 برصيد 10 نقاط، والمباراة اللي جاية هتكون أمام الأخدود في الدوري السعودي. طيب دي كانت جولتنا مع اللاعبين المحترفين. زي ما قلت لحضراتكم سام مرسي مباراته اتأجلت، حمدي مباراته اتأجلت، أحمد حمدي ما لعبش، أحمد مصطفى ما لعبش، النني ما شاركش، يعني مصطفى محمد موقوف، فبالتالي جولة الأسبوع ده يمكن تكون هي الجولة الأضعف. طب إيه قصة سان داونز؟ قرايتنا لفريق سان داونز اللي بالتأكيد هتكون مختلفة. خدوا بال حضراتكم، يعني سان داونز في عدد كبير جدا من الأسماء دخلت على السكواد خرجت عن أو اختلفت عن سان داونز اللي كان موجود الموسم اللي فات. هل شخصية الفريق تأثرت؟ هل الغيابات اللي موجودة في صفوف سان داونز الموسم ده أو الأسبوع ده واللي ممكن ما تشاركش في مواجهة الأهلي على أقل تقدير يوم الحد؟ طبعا تصريحاتهم بتقول إن النجوم الكبار زي تشالويل مثلا بيحاولوا إن هم يجهزوه عشان يلحق مواجهة الأهلي. غاب تشالويلي عن ماتش أو مواجهتي بيترو أتلتيكو. بالمناسبة اللي ما تابعش، يعني سان داونز كان فاز في لواندا في أنجولا على أرض بيترو بنتيجة 2-0. مباراة العودة في بريتوريا انتهت بنتيجة 0-0، ولكن كان في طرد مبكر جدا لفريق سان داونز لمدافع سان داونز مكوينة في بداية المباراة، ورغم كده تقدر تقول إنه سان داونز لعب جيم كبير جدا في مواجهة بيترو أتلتيكو، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 0-0. مباراة كان فيها سان داونز هو الأقرب أو الأخطر. قرايه بقى في سان داونز سيناريو ماتش يوم الاحد ازاي الاهلي يحضر، هل لابد يدخل تغييرات على تشكيل نادي الاهلي، السيناريو الافضل لمواجهه سان داونز على ارضه وفي وسط جمهوره، المباراه اللي جماهير النادي الاهلي دايما بتعمل لها حساب، كل دي اسئله هنحاول ان احنا نجاوب عليها مع حضراتكم في السادسه لكن بعد الفاصل. طبعا يعني لا حديث يعلو فوق مواجهه الاهلي وسان داونز. ليه؟ لاكثر من سبب. اول حاجه طبعا مواجهه تعتبر عمليا دي على الاقل من وجهه نظري هي مواجهه بين اقوى فرقتين بيلعبوا كره في قاره افريقيا. النمره 2 هي قصه بريتوريا وملعب بريتوريا مع النادي الاهلي اللي بيحمل ذكريات مش الافضل بالتاكيد. ونمره 3 وده اللي يمكن ظهر بعد مواجهه سيمبا. خد بالك انت لعبت في من بدايه الموسم 6 ماتشات، لعبت اتحاد عاصمه سوبر، لعبت مصري اسماعيلي دوري، لعبت امبي قبل نهائي كاس مصر، ولعبت سان جورج ذهابا وايابا تمهيدي بطوله افريقيا. 6 ماتشات شباكك ما استقبلتش فيهم من الفرقه دي كلها غير هدفين، فتيجي في مواجهه سيمبا تستقبل 3 اهداف وانت رايح على سان داونز. الحاجات اللي انا بقولها دي هي الحاجات اللي بتفكر فيها جمهور النادي، وهي ممكن تكون يعني قلقه الناس اللي بتحب النادي الاهلي وبتغير على النادي الاهلي.
القصة هنا مش بس قصة الأهلي، قصة كمان سان داونز، شكل الفريق اللي اتغير على قوامه الأساسي، عدد كبير أو دخلت على قوامه الأساسي أسماء كتيرة جدا، اللي قدم يعني في مباراتين قدام بيترو أتلتيكو الأنجولي ذهابا وعودة أداء خلينا نوصفه رائع جدا. صحيح ده ممكن ما تترجمش لغزارة تهديفية، لكن في النهاية لازم تعمل حساب كبير جدا وانت رايح تواجه سان داونز في جنوب أفريقيا. خلينا نتكلم على، مش عايز اتكلم كتير على ماتش امبارح لانه اعتقد ان الاخطاء يعني مش محتاجين ان احنا نهايلايت اخطاء لمارسيل كولر، هو قادر يدرس ال 180 دقيقه بشكل كويس جدا ويقيم الاخطاء اللي وقعت فيها الفريق، وان كان يمكن إن على الناحيه الثانيه هجوميا اضاعه الفرص بقى صداع مزمن في راس كل جماهير نادي الاهلي، وطبيعي جدا جدا لما تضيع هذا الكم الكبير من الفرص. الاهلي امبارح خلق كميه فرص وده شيء يحسب في النهايه لمارسيل كولر كبيرة جدا وكفيرة جدا، زي بالظبط سيناريو الشوط الأول في مباراة دار السلام. خلينا نرحب ببلال محسن وأحمد مصطفى ضيوفي في السادسة النهاردة. مساء الخير، ولازم أبدأ بمبروك طبعا التأهل للدور قبل النهائي في الأفريكان ليج. مساء النور طبعا أحمد، أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين، ومبروك طبعا لكل جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني. تأهل مهم، بطولة بتقام في نسختها الأولى، عوائد مالية يعني دي يمكن الحاجة المختلفة شوية، إن كل ما بتتخطى دور بتحقق عوائد مالية مهمة تساعدك في المرحلة الحالية يعني. صحيح، مساء الخير يا أحمد. مساء النور يا احمد، وطبعا يعني مساء النور على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وطبعا مبروك للتاهل، واعتقد يعني احنا قدرنا يعني تجربه تاهلنا، الهدف المطلوب اتحقق، لكن في مباريات كده انت بتستفاد منها اكتر ما انت ممكن تبقى شايف ان في حاجات ممكن سلبيه، لكن في استفاده كبيره جدا مباراه سيمبا التنزاني، واعتقد هتبقى كولر هيستفاد منها للمباراه طبعا القويه جدا امام سان داونز. خليني اقول برضو لو من وجهه نظر ثانيه ممكن اقول يكفيك انك وانت مش في افضل حالاتك قادر تحقق النتيجه اللي انت عايز توصل لها، دي يعني شخصيه الفرق الكبار اللي انت حتى في اسوء حالاتك تكسب. المكسب في ظروف ثانيه لو مش باداء مرضي ممكن ما يكونش مشكله، لكن التوقيت في البطوله دي هو التحدي الحقيقي قدام النادي الاهلي. انت بتلعب تقريبا كل 7 ايام مباراتين، واحده منهم بره غالبا في ادغال افريقيا، واحده منهم على ارضك وملعبك، ففي سفر كتير، في ارهاق كتير، في عامل زمني ضيق جدا عشان تقدر تشتغل على اخطائك، عشان تقدر تجهز لعيبتك اللي مش جاهزه، وده تحدي قدام مارسيل كولر. شايفين مواجهه سان داونز او مواجهتي سان داونز في خلال فتره زمنيه لا تتجاوز الاسبوع بعد عرض سيمبا ازاي؟ يعني يمكن يا احمد زي ما انت قلت جدول البطوله مضغوط جدا، يعني الفيفا والكاف عايزين يخلصوا البطوله في فتره زمنيه معينه. طبعا اكيد البطوله في نسختها الاولى هتشهد اخطاء، هتشهد ارتباكات زي ما بيحصل وحصل في مباراه الوداد بالامس، وتم تاجيل اللقاء نظرا لتضارب مواعيد الطيران. كل دي حاجات الكاف هيشتغل عليها بعد كده، حتى اللي هم اتكلموا قالوا تصريحات ان البطوله في نسختها القادمه هتشهد تغيرات كتير عن النسخه الحاليه، ولكن خلينا نتعامل مع الواقع بيقول ان انت زي ما انت قلت بتلعب مباراه تقريبا كل 3 ايام، مفيش فترات راحه، ما تقدرش تعمل الريكفري، حتى دراستك للمنافس وتحديد نقاط القوه والضعف هتبقى في اضيق الحدود. يعني انت بتواجه سان داونز في جنوب افريقيا يوم الاحد، بترجع يوم الاثنين بتتمرن 3 وتلاعب سان داونز مره ثانيه، بتلاقي نفسك ان انت بتلعب سان داونز يوم الاربع في مباريات حاسمه وبطوله. زي ما بقول لك النادي الاهلي ما اتعودش يدخل بطوله لمجرد المشاركه الشرفيه او لمجرد ان هو يبقى اسمه في الموجود في البطولة، النادي الأهلي اسمه دايما في لائحة البطل، والتحدي الأكبر والأهم بالنسبة للنادي الأهلي في أي بطولة هو التتويج باللقب. فالنادي الأهلي وأنا أعتقد مارسيل كولر استفاد جيدا من مباراتي سيمبا، يمكن المردود ما كانش بالشكل اللي الناس مستنياه من النادي الأهلي، وعلى فكرة هو ده من تعود الناس على الشكل معين. مارسيل كولر كان أحد العوامل اللي أثرت في جدا في عقلية جمهور النادي الأهلي، لأنه كان عامل معادلة صعبة اتكلمنا عنها في أكتر من حلقة، وهي معادلة الأداء الجيد مع النتيجة، ولكن المعادله دي مش هتستمر طويلا. معاك هنا في الحته دي، لو الاهلي نجح، لو الاهلي نجح، حط الافتراض ده وفكر فيه، لو الاهلي نجح في الشوط الاول في ترجمه ربع، مش هقول لك نص، ربع عدد الفرص اللي اتيحت ليه، ما كانش سيناريو الشوط الثاني ظهر بالشكل ده، وما كانش مش عايز اقول الغضب، الزعل
حاله الزعل من الفريق ومن مستر كولر بقت بالشكل ده، بالعكس الناس كلها كانت هتشيد بكولر بعد المباراه. بالظبط، ما انا بقول لك لازم الجمهور، هو مارسيل كولر اللي عودنا على كده وده شيء ايجابي يحسب له، ولكن لازم احنا كمان في تعاملنا مع الراجل ما نحطش عليه لود او اوفر لود زياده، لا لازم نعرف ان في نتائج او مباريات هتبقى النتيجه فقط هي التارجت الاساسي من المباراه، وانت حققت الهدف المطلوب وهو الصعود. واجهت فتره 10 دقائق او 11 دقيقه كنت خارج البطوله بعد ما تلقى مرماك هدف هنا في القاهره، ولكن يحسب للعيبه ان هي رجعت بسرعه في المباراه وحققت الهدف. اعتقد ان دي مباراه الدروس المستفاده، والتحدي الاكبر عند مارسيل كولر اذا كان في اخطاء من وجهه نظر المتابعين، اعتقد ان مارسيل كولر هيوقف عليها كويس جدا ومش هتتكرر في مباراه سان داونز، انا واثق من كده. طيب شفت ليك تعليق على ماتش امبارح ولا ادخل معاك في سان داونز وبيترو على طول؟ ندخل سان داونز. يلا تعالى نشوف سان داونز في مواجهه بيترو اتلتيكو، لعب مباراه اولى خارج ارضه ونجح في انه يحقق نتيجه كبيره ساعدته جدا في التاهل مبكرا. نتيجه الفوز كانت 2-0 على بيترو أتلتيكو، وكانت مباراة العودة في بريتوريا وانتهت بالتعادل السلبي، رغم انه يعني اعتقد 80 دقيقة واكتر سان داونز بيلعب مطلوب منه من دقيقة واحد 89 دقيقة بالظبط كده بيلعب. انا شفتش مباراة العودة، شفت مباراة الذهاب، لكن عرفت انه سان داونز لعب جيم كبير في مواجهة بيترو أتلتيكو وهو بيلعب ناقص واحد تقريبا المباراة كلها. شفت المواجهتين او تقييمك لمستوى سان داونز؟ هل هو سان داونز اللي ظهر الموسم اللي فات كواحد من القوى العظمى في القاره الافريقيه، ولا سان داونز السنه دي مختلف عن سان داونز؟ لا، هو سان داونز هو نفس سان داونز اللي احنا بنتفرج عليه دايما، طريقه اللعب واحده ونفس السيستم داخل الفريق. ماكوين المدرب بيلعب بنفس طريقه اللعب، هو احيانا بيلعب ب 3 4 3 وبتتحول 4 3 3 خارج ملعبه، لكن على ملعبه دايما، ودي اول مباراه النادي الاهلي هيقابل فيها سان داونز يوم 29، هيلعب ب 3 4 3، دي الطريقه المعتاده اللي بيلعب بيها دايما على ملعبه. فبنشوف ان مكوينا او سان داونز يعني ضم عناصر مميزه جدا، لكن للاسف اغلبها هيغيب في مباراه الاهلي بنسبه كبيره، مش موجودين في للاسف ليه؟ لا يعني معانا للاسف ليهم، للاسف ليهم، للاسف ليهم. لان فرقه سان داونز في مباراه ديترو برضه ما بيفوتلكش، ما عنديش حاجه. انا قلت احنا انا بمثل الاهلي وهو بيمثل سان داونز بالنسبه له طبعا، بالنسبه لمكوينا ان لوكاس روبرتو وشالويني مش هيبقوا موجودين. أيوة. هو حتى النهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي قال لك ان هيغيب عندي، ويعني بدع ان يكونوا مجهزين لمباراه الاهلي. كانوا اعتقد هيبقوا فارين جدا في مباراه بيترو اتلتيكو، لكن المجمل بالنسبه لي في مباراه بيترو اتلتيكو ان هو قدر يكسب خارج ملعبه. ودي بتضايق حاجه. ماتش سان داونز وبيترو اتلتيكو في لواندا سيناريو مشابه جدا جدا لسيناريو الاهلي وسيمبا. يعني بيترو اتلتيكو الشوط الاول كان اخطر وضيع ركله جزاء وضربه الجزاء نقطه التحول، وضربه الجزاء دي لو كان سجلها اعتقد انه السيناريو المباراه كان مختلف تماما. يعني كان ممكن جدا جدا، واحنا بنتكلم النهارده بنقول اخبار بيترو اتلتيكو ايه اللي هيواجه الاهلي يوم الاحد الجاي في بطوله الافريكان ليج. مظبوط يا احمد، فعلا على فكره هو بيترو اتلتيكو وسيمبا التنزاني وسان داونز الفرق اللي هي بتلعب كره على الارض، الفرق اللي هي الممتعه، لكن هي بتفرق من فريق لفريق الخبرات. طبعا سان داونز عنده خبرات طبعًا. وفريق مرعب اكتر من فريق بيترو اتلتيكو وسيمبا، لكن هم بيعتمدوا برده على الكره الضيقه والمساحات اللي هم بيقدروا يستغلوها، وعندهم لعبه عندها حلول. جابوا لاعب برازيلي الموسم ده من ضمن الترابات لوكاس روبيرو، ده يعني احتمالات يلحق المباراه او لا، مش لكن هيلحق غالبا. احنا بنتكلم لما هنتكلم على الغيابات اللي بقوله انه اغلب اللعيبه دي في برنامج تاهيلي، ما اعتقدش حتى لو بقوا جاهزين بدنيا ولائقين يعني للمشاركه ان هم ممكن يجيبوا حساسيه او الفورمه بتاعتهم قبل ماتش الحد، فبالتالي احتماليه مشاركتهم في ماتش الحد صعبه شويه، لكن ممكن بعض الاسماء تلحق مباراه الاربع في القاهره زي شالويلي مثلا، زي شالويلي بالظبط اصابته في الكاحل فممكن يلحق، وهو بالنسبه له لعيب مهم طبعا ومهم طبعًا. في جنوب اهم مهاجم في طبعا في جنوب في جنوب افريقيا كمان ومنتخب جنوب افريقيا. ف هو شالويلي ناميبي اعتقد، ناميبي من ناميبي شالويلي ناميبي. فبشوف ان فريق سان داونز يعني هو نفس السياسه ونفس طريقه اللعب، لكن بتغير الافراد، لكن طريقه اللعب ما بتتغيرش، وهم بيلعبوا خارج ملعبهم افضل بكتير داخل ملعبهم. يعني سان داونز من الفرق اللي تتعبك خارج ملعبها، لان انت بتحاول دايما اي فريق بيلعب فرقه سان داونز داخل ملعبه بيهاجم، وهم بيقدروا يستغلوا المساحات، لكن على ملعبهم انا بشوف ان على ملعبهم ممكن تقدر تكسبهم، لان هم دايما بيلعبوا بطريقه لعب جوارديولا، بيخلي دايما الباكات بيخشوا لقلب الملعب وبيهاجم باغلب اللعيبه، وتلاقي دايما في مساحات. افضل نتيجه حققها الاهلي في بريتوريا كانت 1-1 اعتقد، كانت مع فايلر تعادل 1-1 مظبوط. فبيقدروا يهاجموا بشراسه كبيره على ملعبهم، فبيبقى في مساحات ورا الاظهره الباكات. لا بيتهيألي كمان في مره ثانيه مع موسيماني، لا
مش فاكر، انا فاكر انه سيد عبد الحفيظ اعتقد ده كان تعادل برضه، كان تعادل، كان تعادل وكسبنا هنا في القاهره 3-0 هاتريك هاتريك خالد بيبو. مش فاكر مين كان المدير الفني في الماتش ده، يعني مش فاكر مين كان هيد كوتش للاهلي ساعتها. كان مانويل جوزيه في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا. فصن داونز عندهم برضو نقط ضعف كبيره جدا، هنتكلم عنها بالتفاصيل طبعا بالحالات. طبعا في مساحات كبيره جدا ورا. انا خليني اقول لحضراتكم النهارده الارقام كشفه بشكل كبير جدا لسان داونز، يعني الارقام اللي مجهزها لنا زمايلنا ومنصف تحديدا، انتوا عارفين يعني بيهوى لغه الاحصائيات والارقام، كاشفه لشكل سان داونز هجوميا ودفاعيا. طب نبدا الاول بالقيمه التسويقيه، وطبعا للموسم الثاني على التوالي سان داونز يعتبر ثاني اعلى قيمه تسويقيه لفريق في قاره افريقيا بعد النادي الاهلي. تمام. هي القيمة التسويقية لو اتكلمنا عنها نتكلم عنها هو عن كل خط، يعني القيمة التسويقية لمركز حراسة المرمى متوسط الأعمار طبعا 31 سنة، والماركت فاليو ويليامز حقيقة برضو يعتبر جول ويليامز. لا ده أنا جايز لك في الحالات حاجات عن ويليامز بقى، نقطة قوة كبيرة جدا جدا في أهم نقطة قوة فيه صحيح. المركز حراسه المرمى القيمه التسويقيه 3.5 دي ماركت فاليو 2.13 خلينا في الجنرال على طول 2 مليون و13 والديفندر خط الدفاع القيمه التسويقيه برضو لخط الدفاع 9 مليون و700 الف تقريبا. الميد فيلدر وسط الملعب 10.5 مليون تقريبا، والاتاك مركز خط الهجوم القيمه التسويقيه 7 مليون و250 الف. متوسط الاعمار يعتبر مش صغير برضو يا بلال، يعني عندهم 27 سنه ونص اصغر عمر اصغر خط هو خط الوسط هو 25 سنة تقريبا وده مش صغير. يعني احنا لو اتكلمنا وشفنا بمناسبه ان احنا بنتكلم عن السوبر ليج، فريق انيمبا النيجيري عامل حاله غريبه جدا، يعني شفنا تشكيل انيمبا كله 16 سنه و17 سنه معظم اللعيبه، يعني تشكيل شباب صغير. كلهم شباب صغيرين، حتى في منهم لاعبين مرشحين للانتقال لاوروبا، وده من ضمن اهداف انيمبا في المشاركه في البطوله ان هي تعرض اللاعبين الشباب لتسويقهم فيما بعد. في نقطه ثانيه في قصه القيمه التسويقيه هي المتوسط، يعني طبعا الرقم اللي على اليمين ده هو متوسط القيمة التسويقية للاعبين اللي بيلعبوا في الخط ده. تمام. فأنا شايف إن في توازن في البادجت بتاعت، يعني تقدر تقول إن كل الخطوط قريبة من بعض من ناحية المتوسط الفردي بالظبط كده على كل لاعب بالظبط. لا هو فريق يعني قادر إن هو حتى في التعاقدات والصفقات يعمل صحيح. ينافس النادي الأهلي، وده أعلى 29 مليون يورو أو 30 مليون يورو تقريبا، ده إجمالي القيمة التسويقية لسان داونز زي ما قلت تاني واحد في أفريقيا بعد النادي الأهلي. طب نروح للدوري الجنوب أفريقي اللي بقى الحقيقة سان داونز هو المتصدر، يعني بايرن ميونخ أفريقيا او بايرن ميونخ جنوب افريقيا بالظبط كده، فاز بكل المباريات. انا وانا بشوف الجدول متوقع الاقي منافسه بينه وبين كايزر تشيفز اورلاندو بايرتس، الفرق اللي هي كانت بتظهر في بطولات افريقيا، لكن واضح ان الخريطه عندهم اختلفت تماما. لا وفي فرق بينه وبين المركز حتى الثاني قرب للجولدن. لا هو العلامه الكامله، العلامه الكامله بالظبط 24 نقطه من 8 مباريات من 5 مباريات. لا من 24 نقطه من 8 مباريات. من 8 مباريات في المركز الثاني جولدن. انا كان قصدي انه اخر 5 وكل الماتشات هم هنا بيجيبوا العلامات في السايد دي اللي خارج هم اخر خمس مواجهات. طبعا هو كل الثمان مواجهات فاز فيهم يعني ده الوحيد اللي نعمل له اكسبشن نزود له 3 كمان بالظبط كده بالظبط. 17 نقطه جولدن. لا معلش خلينا في ارقام سان داونز بس. ارقام سان داونز ماشي 8 مباريات سجل واستقبل، سجل 17 هدف واستقبل 3 اهداف، الفرق طبعا 14 طبعا هدف. في 8 ماتشات استقبل 3 اهداف، اعتقد دي قدرات دفاعيه طبعاً كبيره جدا. الماتشين اللي لعبهم بره الدوري مع بيترو اتلتيكو ما استقبلش وسجل هدفين، فبالتالي بتتكلم على فريق من بدايه الموسم مسجل 19 هدف ومستقبل 3 اهداف، قوه هجوميه فتاكه وقوه دفاعيه ايضا تحسب لمكوينا، لانه كان دايما سان داونز بيتقال عليه انه
دفاعيا عنده مشاكل كتير وسهل جدا اختراقه وسهل جدا التسجيل، لكن اللي بيعوض ده هو قدراته الهجوميه العاليه جدا. مزبوط. واعتقد السيزون ده تقدر تقول ان القصه دي اختلفت. هو كمان من حسن حظ النادي الاهلي ان شاء الله، يعني نتمنى ان الغيابات تمتد لما بعد لقائي النادي الاهلي، ان شالويلي احرز 7 أهداف من 9 مباريات شارك فيها الموسم ده، وده رقم كبير جدا، هو هداف الفريق. كمان روبيرو البرازيلي عنده 11 عنده 10 مساهمات من 11 مباراة، وده برضو رقم كبير جدا، والاثنين حتى الآن من اللعيبة اللي تأكد غيابها، إلا بقى لو حصلت يعني معجزة. هو حتى مكوينا قال أنا أصلي من أجل معجزة شفاء المصابين والحقهم، لأنهم هيصنعوا الفارق. هنيجي للمصابين وقصص الغيابات، ونقرأ لحضراتكم أنه عندهم أعتقد 7 أو 8 لعيبة هيغيبوا عن مباراة الأهلي، بس منهم 3 ما بيشاركوا، يعني ما كانوش بيشاركوا، لكن منهم 4 و5 كانوا بيشاركوا، كانوا مؤثرين، وفي مقدمتهم طبعا ويليامز وشالويلي، واعتقد اونيانجو كمان ومورينا كمان. دول اللي حددهم مكوينا، المورينا وروبيرو وشالويلي صحيح. وعندهم مكوينا اللي اتطرد في مباراة بيترو اتلتيكو مافالا اللي خد كارت احمر. طيب خلينا نروح ل ودي ارقام انا اول مره بشوفها مع فريق، يعني ارقام غريبه جدا بفكره معدل استقبالهم وتسجيلهم واحرازهم للاهداف. تعالوا نشوف كده الخريطه بتاعت كل متوسط 90 دقيقه بالنسبه لسان داونز على مستوى التسجيل وعلى مستوى الاستقبال. مصطفى دي التسجيل احرازهم للاهداف، الاهداف اول 10 دقائق طبعا ما فيش اهداف، ال 10 دقايق التانيين يعني من تقريبا 29% تقريبا 30%، يعني انت بتتكلم على انه اعلى نسبه تقريبا. كل القدرات الهجوميه بتاعت سان داونز دايما بتظهر بعد الشوط الاول، الشوط الاول بعد اول 10 دقايق. شفنا انه طبعا من اول يعدي اول 10 دقايق اللي هي بنقول عليها فتره جس النبض، ال 35 دقيقه اللي بتنهي بيهم الشوط الاولاني هي دي الحته اللي بيشتغل فيها، بيعملوا فيها ضغط فعلا على الخصم بطريقه كبيره جدا، فبيقدروا ساعتها يحققوا الهدف وبيجيبوا اهداف منها. تقريبا 3/4 اهداف سان داونز اللي سجلوها في الموسم ده، 19 هدف اللي احنا بنتكلم عليهم سجلوها في ال 35 دقيقه دي الاخيره الشوط الاول، ال 35 دقيقه الاخيره في الشوط الاول، وربع الاهداف بس اتسجلوا في الشوط الثاني زي ما حضراتكم شايفين كده، 12 و6 و12%. مظبوط. طيب نروح معدل الاستقبال، نشوفوا بقى الارقام دي. معدل استقبال منظمين داونز يعني منظمين جدا. خدوا بالكم طبعا هنا عشان احنا بنتكلم على فريق استقبل 3 أهداف بس بالظبط، فالموضوع يعني انت ممكن تقول ان هو استقبل هدف في الدقيقه من 10 ل 20 وهدف في الدقيقه 60 وهدف في الدقيقه الاخيره. يعني ده مش برضو هو مش مؤشر ولكن مش مقياس، مش طبعا مقياس، لان 3 أهداف فقط، فاكيد الثلاثه دول متوزعين زي ما جايين في الارقام كده بالظبط. بس الدليل ان الباقي صفار، يعني باقي الدقائق صفار، فهم استقبلوا الـ3 أهداف، هدف في الدقيقه 10 وهدف في الدقيقه 60 وهدف في الدقيقه 80. اخطر ومفاتيح لا نشوف الاول هدافين والاكثر صناعه للاهداف جاهزة ولا نروح للاعبين الدوليين اللي جاهز معانا. يلا دي اهم مفاتيح اللعب في او يعني اللي بيسجلوا اهداف في فريق سان داونز، هو لوكاس ريبيرو طبعا كوستا اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو من اهم اللعيبة في فريق سان داونز اللي هيغيب طبعا بنسبة كبيرة، احرز 5 أهداف، وشالويلي طبعا برضو هدفين، وكيكانا ده مساك احرز 2 ونيكاو الوينج رايت هدفين ايضا، ومديبة احرز 2 ايضا. طيب احنا كمان هنركز على دول في الملعب، ولما نقرا الحالات اللي معانا هنعرف نشوف ازاي سان داونز بيشتغل جوه الملعب، وازاي يعني بيخترق اعتماده اكتر على مفاتيح لعب. بعد دي نشوف الصفقات الاكثر صناعه، دول اكثر صناعه للاهداف، صناعه الاهداف طبعا بيتر تشالويلي طبعا بياتي في المقدمه، صنع 2، بعد كده لوكاس روبيرو صنع هدف، ومايما ده لاعب مميز جدا وسط مهاجم صنع هدف، وزواني طبعا هدف، والاندي هدف. يعني دول الابرز اللاعبين اللي صنعوا اهداف السيزون. يلا نكمل قائمه اللاعبين الدوليين عشان نرجع نتكلم على الحالات، ومحتاجين نسرع بس شويه.
بيتر شلويلي عدد مباريات الدوليه 49 منتخب ناميبيا، اونيانجو 35 مباراه دوليه كينيا، ويليامز حارس جنوب افريقيا 34 مباراه، زواني 33 مباراه جنوب افريقيا ايضا، ماكوينا 24 جنوب افريقيا، مورينا 17 جنوب افريقيا، دوريك ريشن دوريك 17 مباراه جنوب افريقيا، موديبا 16 مباراه جنوب افريقيا، موداو 4 مباريات جنوب افريقيا، مسيكو 2 مباراتين، وباس مباراه واحده. يعني انت بتقرا اللعيبه، انت طبعا في مسيكو جنوب افريقيا واوباس، انت قلتهم كلهم جنوب افريقيا، كلهم حاله برضو شبه جدا الاهلي، يعني فكره ان القوام الاساسي لمنتخب مصر او العدد الاكبر من نادي واحد جوه منتخب مصر هو النادي الاهلي، هي نفس القصه برضو في جنوب افريقيا. طب صفقات الجديده بقى، واحد من الفرق اللي عملت صفقات مش بس من حيث العدد لكن من حيث الكواليتي كمان، بشوف انها كلها صفقات مسيت اضافه كبيره جدا لسان داونز. تعالوا نستعرض صفقات سان داونز مع بلال. يمكن في البداية يأتي جونيور مندييتا لاعب أرجنتيني جاي من استلابيونش الأرجنتيني تقريبا، نادي بيلعب جنوب أفريقي، فريق هو كان محترف في دوري في جنوب أفريقيا، يعني وانضم السيزون دوت لاعب أرجنتيني. على فكرة أندية جنوب أفريقيا من أكتر الأندية اللي في قارة أفريقيا كلها بتعتمد على المدرسة اللاتينية. بعد كده ليسبانكو جنوب افريقي جاي من نادي مارومو، باتسو اوباس جنوب افريقي جاي من نادي جالاكسي، ولوكاس روبيرو لاعب برازيلي ولاعب مميز جدا جدا، يعني من اكتر اللعيبه اللي كانت بتعجبني في فريق سان داونز جاي من بريفين البلجيكي، وماسيكو اللاعب اللي احرز الهدف الثاني في مباراه بيترو اتلتيكو، لاعب سريع جدا ولاعب مميز جدا، هو جنوب افريقي وجاي من نادي سوبر سبورت الجنوب افريقي. طيب تعالوا نشوف عدد الجنسيات او جنسيات اللاعبين الاجانب اللي من بره جنوب افريقيا اللي بيلعبوا في سان داونز. مصطفى يلا. ناميبيا في لاعب واحد طبعا شالويلي طبعا 2.5 مليون يورو، تشيلي اللي هو إليندي لاعب واحد 2 مليون يورو، الارجنتين زي ما قال بلال مندييتا مليون يورو برضو، زيمبابوي في منها لاعب واحد، بوليفيا لاعب واحد، اثيوبيا لاعب واحد، برازيل لاعب واحد، كينيا لاعب واحد، المغرب لاعب واحد، اوغندا لاعب واحد، اورجواي لاعب واحد. يعني شيلي والارجنتين والبرازيل والاورجواي اربع لاعبين، وبوليفيا. خمس لاعبين من امريكا اللاتينيه، ولاعب من شمال افريقيا، ولاعب من امريكا الشماليه، مظبوط، والباقي منتشرين من كل القاره بقى، من اثيوبيا على كينيا على اوغندا على على زيمبابوي مغرب. على اثيوبيا على المغرب. يعني كولكشن برضو، لا هم عاملين كولكشن، يعني عاملين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 لاعب محترف، 11 لاعب محترف اجنبي، ويعني بيشارك منهم حوالي 5 أو 6 لاعبين. طبعا امريكا الجنوبيه حاضره بقوه، يعني عندنا من تشيلي، عندنا إليندي، عندنا من اورجواي سيرينو العائد للمشاركه مره اخرى، عندنا من دييتا من الارجنتين، عندنا عبد المنعم طويل من المغرب، عندنا كمان روبيرو من البرازيل، يعني عندهم 3 لاعبين من امريكا الجنوبيه عاملين اضافه وعاملين تغيير لشكل وهويه الفريق، يعني قادرين يعملوا شكل مختلف عن باقي فرق افريقيا داخل الملعب. لو بتتفرج عليهم يا احمد، روبيرو ده لاعب مميز جدا، سيرينو شفنا تاثيره في المباراه الاولى صنع الهدف الثاني، وبالامس امبارح عمل مباراه كبيره كمان من دييتا الارجنتيني، وطبعا إليندي واحد من اميز اللاعبين لاعبي خط الوسط. يعني الانطباع اللي بقى موجود عندي بالنسبه وانا بتفرج على سان داونز، او الاحساس وانا بتفرج على فريق سان داونز، اللي كل العناصر بتاعته باستثناء حارس المرمى عندهم قدرات هجوميه عاليه. لا حارس المرمى عنده قدرات هجوميه برضه، حارس المرمى عنده. امبارح مكوين عمل حركه يعني تحسب له بصراحه بعد طرد مافالا، لو شفنا او اللي شاهد المباراه هيلاحظ ان هو لعب بويليامز حارس المرمى زي ما قلنا بيلعب في مانشستر يونايتد بالظبط، بقى يلعب يوزع الهجمات من على قوس منطقه جزاء سان داونز، وده ما حسسناش خالص ان سان داونز بيلعب ناقص لاعب، بالعكس ده من الدقيقه 1 او الدقيقه 2 بيلعب 10، وكان هو الاخطر وهدد مرمى بيترو اتلتيكو اثناء المباراه، وما يعني ما شعرتش وانت بتتابع ان ده فريق بيلعب ب 10 لعيبه خالص. فويليامز لا من اهم نقاط القوه لفريق سان داونز. طيب
فكره انه قبل ما اتكلم على الحالات عايز بس احنا بنتكلم على كلاكيت تاني مره كولر مكوينة. يعني يعني كولر لما جه افريقيا السنه اللي فاتت في اوقات كتير جدا ما كنتش تقدر تلومه، لانه مهما اتفرجت على فريق بيلعب كره في شريط فيديو او محلل اداء اداك بيانات وارقام، مش زي لما تواجه في الملعب ومش زي لما فكرك يصطدم بفكر مدير فني تاني وتشوف الفرقه بتلعب كورتها او بتقدم شخصيتها في الملعب. المواجهه دي بين كولر وبين مكوينة هتكون مختلفه في ايه؟ او ازاي هيفكر كولر في مواجهه سان داونز تاني مره في جنوب افريقيا؟ هتبقى مختلفه، لان انا شايف ان كولر المره دي هيعمل نفس ما عمل في مباراه سيمبا مباراه الذهاب، هيهاجم سان داونز في جنوب افريقيا. انا متخيل ان كولر شخصيته خلاص، يعني هو بقى عنده خبرات في افريقيا طبعا، وكمان كولر مدرب جريء وعنده شخصيه، فانا بشوف ان هو في ناس كتير قوي مش هتتفق معاك يا احمد، يعني في ناس كتير هتشوف انه منتهى الخطوره انك تبدا في بريتوريا جيم مفتوح قدام فرقه زي سان داونز. لو انت ما هاجمتش سان داونز وسبت لهم الاستحواذ هتبقى مشكله كبيره جدا. اللي حصل في اول ربع ساعه في الشوط الثاني في مباراه سيمبا ممكن يتكرر في مباراه سان داونز، ان انت سبت الاستحواذ بعد ما تقدمت 1-0 برغم ان انت ضيعت فرص كتيره جدا. نقاط الضعف في سيمبا هي نفس نقاط الضعف في فريق سان داونز. بس العامل النفسي هنا يا بلال مهم جدا، يعني مهم جدا. دايما انا بقول، وده حصل امبارح دايما بقول انه تعاملنا مع استقبال شباكنا لهدف قبل ما احنا نسجل محتاج شغل كتير جدا سايكولوجي مش فني. يعني فكره انه الاهلي لما بيفقد المبادره او انه الفريق اللي قدامه مهما كان اسمه في الدوري المحلي حتى مش بس في افريقيا لما بيبادر في التسجيل، ده بيأثر على نمط لعب وعلى طريقه وتفكير لعبتنا. بيبقى في احنا كان بنتشد، احنا امبارح بعد ماتش بعد جول سيمبا اعتقد ان احنا كلنا عشنا 10 دقائق. لا هو حتى كمان لو انت اخدت بالك يا احمد من وقت دخول الشبكه للهدف والكاميرا على بعض اللعيبه زي حسين الشحات زي قفشه زي بيرسي تاو، لا صدمه كبيره جدا طبعا. اللي هو انت الهدف معناه ان انت خارج البطوله. احنا يوم الاثنين كان معانا شناوي وشبانه وكلمنا على الطريقه اللي هيلعب بيها، تقريبا قرينا سيناريو الماتش اللي احنا شفناه امبارح، وانا قلت ختمت اللقاء كده انه وهم اتكلموا على عشوائيه سيمبا قلت انا ما بخافش غير من العشوائيه دي، وده اللي حصل. هجمه واحده انت مسيطر طول الماتش وخلقت فرص كتيره جدا، وهجمه واحده مع دربكه مع عشوائيه سجلوا هدف فكهربت الدنيا. بس انا بختلف في قصه عشوائيه سيمبا. انا بشوف ان سيمبا فريق منظم الى حد كبير، يعني مقارنه بفرق مثلا زي اللي بنواجهها في المستوى الرابع. لو الاهلي سجل فرصتين ثلاثه من اللي جم ما كنتش هتقول ده ما يمنعش لا ده ما يمنعش ان النادي الاهلي اقوى، ولكن سيمبا عنده مشكله كبيره جدا في التنظيم الدفاعي، هي اللي مبينه. انت وصلت كم مره امبارح يا بلال؟ كتير جدا، والمباراه الاولى وصلنا كتير جدا، ولكن انا اقصد اقول لك يعني في 180 دقيقه في مواجهه سيمبا الاهلي قدر يخلق كام فرصه محققه؟ كتير. بس انا خلينا نتكلم بقى في حاجه، يعني انا هسالك سؤال انت منه هتعرف اجابتي. انا ده مرتبط انت احنا واجهنا اتحاد العاصمه، ده مرتبط باللي جاي. اكيد يعني اللي انت خلقته قدام سيمبا ده لو نجحت في انك انت تخلق نصه قدام سان داونز ده هيبقى شيء عظيم جدا. لا فبالتالي لا هتخلق زيه. لا مش هيبقى بنفس معدل الفرص، هتخلق فرص ولكن مش بنفس المعدل. ده اللي انا بقوله، يعني هنا قصه الفعاليه، فكره انك انت تستغل الربع فرصه مهمه جدا جدا انك انت تشتغل عليها في ماتش سان داونز. لا انا اقصد ايه؟ اقصد ان انا ما شفتش سيمبا فريق عشوائي زي فرق معظم فرق القاره الصغيره، انا شفت سيمبا فريق قادر وهو معاه الكوره يقدر يطلع بالهجمه بشكل محترم ويعمل هجمه زي اللي احنا شفناها كره الهدف، شفنا كوره تالق فيها محمد الشناوي في الشوط الاول. دي ليها سبب نتفق نختلف عليه بس ليها سبب، ولكن وقوع هاني في كوره، في ناس تقول لك فاول في ناس تقول لك لا مش فاول، لكن في النهايه غياب هاني في الحته دي اثر بشكل كبير جدا على التنظيم الدفاعي بتاع نادي الاهلي، وده اللي ادى لتسجيل الهدف. انا شفت مثلا فريق زي اتحاد العاصمه اللي احنا واجهناه في السوبر فريق عشوائي اكتر من سيمبا بكتير، يعني اتحاد العاصمه ما وصلش المرمى النادي الاهلي غير في كره واحده اللي هي كره ركله الجزاء واحرز منها هدف، ولكن سيمبا عنده لعيبه، عنده لاعب محمد حسين ده لاعب كويس قوي كورته كويسه، عنده سعيدي لاعب كويس قوي، عنده اللاعب الجناح رقم 38 كيبو لاعب مميز جدا. انا اقصد ان سيمبا فريق قادر ان هو في وسط فرق القاره خلق كام فرصه امبارح، يبقى قدر يوصل للشناوي في كام فرصه. انا شخصيا كنت قاعد مش مطمن، حاسس ان سيمبا يقدر يسجل. اي بس في النهايه خلق كام فرصه؟
خلق يعني قدرات الهجوميه واللعيبه الكويسه اللي انت بتقول عليهم دول، قدر يخلق كام فرصه انا ما هو على مدار 90 دقيقه مطالب فيها هو بالمبادره بالتسجيل؟ أنا يعني محتاج يسجل. انا بشوف ان سيمبا اكتر من الاهلي. انا بشوف ان سيمبا يعني مقارنه بالنادي الاهلي، لا سيمبا لما وصل عدد مرات وصوله للمرمى كان الحسم فيها اعلى. لان سيمبا في مباراه الذهاب وصل للمرمى تقريبا 3 او 4 مرات احرز هدفين، في القاهره وصل مرتين احرز هدف، وفي النهايه المباراه انتهت نتيجتها 3-3. فانا اقصد اقول لك ان انا باخد من النقطه دي ليه؟ لان انا مش شايف ان احنا، لا انا شايف ان سيمبا افضل اعداد لسان داونز. انا مش لان انا لو خدت من ان سيمبا فريق عشوائي وسان داونز فريق منظم، انا كده هروح بسيناريو المباراه لحته تانية. لا انا شايف ان احنا زي ما بدانا، زي ما احمد كان بيتكلم من شويه، زي ما بدانا امام سيمبا نبدا امام سان داونز، لان في تشابه. نفس المجال. زي ما بدانا هناك وهنا، زي ما بدانا هناك نبدا هنا. انا شايف كده لان انت سان داونز عندها يعني مميزات كتير جدا، وهنتكلم دلوقتي وهنستعرض نقاط القوة والضعف. هتشوف ان انت سان داونز لازم تضغطها. الهلال السوداني والمباراة دي هتفضل معلمة معايا. الهلال السوداني مع سان داونز هناك فضل ضغط سان داونز طول التسعين دي لحد ما سان داونز فاز 1-0 بخطأ يعني ما بيتكررش كتير في المباريات دي. فمارسيل كورر نفسه لما واجه سان داونز الموسم الماضي قدرنا ان احنا نحرز هدفين وكورتين في العارضه، وكان لينا فرصه او فرصتين كنت ممكن تطلع ضربه جزاء وركله جزاء، ولكن الاهداف انت بقى هي دي الفكره. ان احنا لو تفتكر الموسم الماضي لما اتكلمنا قلنا ان دي مباراه التفاصيل الصغيره. لو تفتكر احنا حللنا المباراه دي هنا في الذهاب وفي الاياب واتكلمنا عن السيناريو، وده اللي حصل، ان دي مباراه بتحسمها التفاصيل الصغيره. احنا كان عندنا كم حاجه يعني غلطات ما بتتكررش كتير، ان انت تتيح الفرصه لمكوينا ان هو يشوط من بعيد، تتيح الفرصه لإليندي ان هو يصوب بدون ما حد يضغط، تفاصيل حسمت اللقاء لسان داونز. ولكن مش ده العادي، ومش ده اللي هيكون العادي يوم الاحد ان شاء الله. صحيح. على ارض الملعب بشكل هنشوف تاني. هنشوف هنقرا مصادر الخطوره او يعني طريقه لعب سان داونز، نقاط القوه عنده فين. ولو ان الحقيقه انا بشوف ان هم متنوعين جدا، يعني عندهم قدرات هجوميه، اختراق من العمق، اختراق من الاطراف، تسديدات من بعيد، العاب هواء، كل حاجه هتلاقي فيه اسم او اتنين تقدر تعتمد عليهم في اي طريقه لعب هتلجا لها. في النهايه طبعا الادوار الدفاعيه عندنا مهمه جدا بالذات في مباراه الذهاب. لكن الاهم خليني اسال قبل ما اروح للحالات وقبل ما نشوف ده مع بعض، عايز اسمع رايك مصطفى في اولويات كولر. انت عندك 3 ايام للاستعداد، النهارده راحه، بكره تمرين الصبح وبعدين سفر، وبعد كده هيبقى عندك تمرينتين، واحده يوم الجمعه والتمرين الرئيسيه يوم السبت على ملعب المباراه. لو كولر عنده النهارده صداع، عنده في دماغه علامات استفهام محتاج يلاقي لها اجابات قبل بدايه الماتش يوم الاحد، هتكون ايه هي اهم علامات الاستفهام اللي عليه ان هو يجاوب عليها؟ ايه الاولويات عند مارسيل كولر في ال 72 ساعه اللي جايه؟ حسم الفرص. الفرص حسب دي حاجه بتتعالج في 72 ساعه، وحاجه بتتعالج جوه الملعب ولا بره الملعب؟ لا تتعالج جوه الملعب طبعا. جوه الملعب. انت شايف ان قصه ملعب يعني انت امبارح مين وصل ومين ضيع؟ يعني مين وصل ومين ضيع؟ بيرسا وضيع، ومن مباراه الذهاب وهو بيضيع، فدي برضه بالنسبه لنا في مباراه زي سان داونز مش هينفع تعمل كده. انصاف الفرص مهمه جدا. انت مباراه سيمبا التنزاني، ممكن سيمبا التنزاني في طريقه اللعب متشابهه، لكن قوه سان داونز اقوى من سيمبا. يعني ضاعت الفرص امام سان داونز هتبقى مشكله كبيره، لكن قدام سيمبا كان ممكن بتقدر تعوض بترجع تاني، لكن قدام سان داونز الموضوع مختلف. ففكره ضاع الفرص لا، لازم تتعالج، لان بيرسا بقى له مباراتين كهرباء احرز. على فكره بنقول علاج موضوع اداره الفرص ده تقريبا بقى لنا كتير. وعايز اقول حاجه، ان كهرباء قدم مباراه كبيره جدا امبارح على فكره، كهرباء من تحرك ومن حاجات كتيره جدا، واحرز هدف لكن بغض النظر عن الهدفين اللي اتلغوا، واحرز هدف وفي هدف هناك اتلغى في مباراه الذهاب دار السلام. مظبوط. وفي هدف اتلغى امبارح وبيتقال انه الهدفين مش تسلل. لا تسلل يعني في اعداد جابتهم هي الاولى فيها كلام، انما الثانيه بتاعت محمد هاني هناك اللي اتحسب على بيرسي تاو مش تسلل. يعني فيها كلام امبارح يعني. امبارح واحده في الثاني اللي هو محمد هاني عملها الكهرباء اللي هو خدها دي تسلل. الثانيه فيها كلام بكتير. الثانيه فيها كلام. فاحنا لا، كولر قدامه في الثلاث ايام دول اعتقد يعالج فيها موضوع الاهداف، لان انت هتوصل في مباراه سان داونز، هتوصل، لان سان داونز فرقه هجوميه، فرقه كوره، فانت هتوصل، لكن انت محتاج تترجم الفرص دي. المباراه مش هينفع تدي مساحه لسان داونز ان هم يبقوا هم دايما متقدمين عليك، لان الفرقه اللي زي دي انت لو اندفعت بطريقه هجوميه
وهم عندهم الحلول في الخط الامامي هيقدروا يصعبوا المباراه عليك. فانت لازم تبدا المباراه ضاغط وتستغل الفرص اللي هتجيلك. اسالك سؤال، هل ممكن التفكير في ماتش سان داونز يبقى شبه ما سيمبا؟ خد بالك سيمبا جه هنا وهو محتاج يفوز، ما عندوش بديل غير ان هو او على الاقل محتاج يسجل، سيبك من يفوز، محتاج يسجل، لانه لو المباراه انتهت بنتيجه 0-0 هو بره، فهو لازم يجيب جول. اللي مش محتاج يسجل هو الاهلي، مظبوط، فبالتالي الدوافع عنده هجوميا اكتر منك. لكن الاسلوب اللي لجأ بيه سيمبا واللي نجح فيه سيمبا على مدار المباراه نجح فيه، مظبوط. هل ممكن يبقى ده السيناريو المناسب بما انها مباراه ذهاب وعندي مباراه عوده في القاهره؟ هل ده ممكن يبقى تفكير من مارسيل كولر في سيناريو امثل لسان داونز في بريتوريا؟ يعني هو بص يا احمد، انا عايز اقول حاجه دي ناخدها كده بدايه انطلاق لافتتاح مباراه الاهلي وسان داونز. احنا السنين اللي فاتت كنا بنواجه سان داونز دايما في ادوار مجموعات، كان ينفع تتدارك النتيجه في مع منافسين اخرين، يعني زي ما حصل السيزون اللي فات والخساره والتعادل. على فكره احنا السنه اللي فاتت تعادلنا هنا في القاهره وخسرنا هناك، في الماتشين ما كناش وحشين بالظبط، ولكن احنا كان متعكس يعني، ولكن لو انت خدت الاهلي في الماتشين دول كان يستحق فيه انه يخسر. تمام، ولكن انت صعب، انت علشان ما كانتش مواجهات مباشره مع سان داونز انت تمكنت من الصعود من المجموعه. هي. فاقصد اقول لك ان المواجهه الموسم ده جديده من حيث النتيجه، ان النتيجه اللي بينك وبين سان داونز دايركت ذهاب واياب هي اللي هتحدد المتاهل. طب ما انا قابلت سان داونز قبل كده في ادوار اقصائيه. تمام، ومع فايلر ده حصل. انا اقصد اقول لك ان انت السنه دي مختلفه عن ادوار المجموعات. ومع موسيمين. مع موسيمين انت ومع فايلر يعني مرتين. اقصد اقول انت في ادوار اقصائيه. ما انا بقول لك النتيجه في الادوار الاقصائيه لمصلحه النادي الاهلي. ما هو ده اللي انا باخد منه، ان انا بقول لك ان انت في ادوار في دور المجموعات هم بيكسبوك وانت بتستفاد، ولكن في المواجهات المباشره اللي بينك وبين سان داونز انت اللي بتتفوق فيها دايما، من بدايه من نهائي 2001 اللي اتكلمنا عنه مع مانويل جوزيه، ثم مرورا بفايلر، ثم مرورا بموسيماني، وان شاء الله تتكرر مع مارسيل كولر. فاحنا في النتائج او في المواجهات المباشره اللي انت بتتطلب منك انت حسم الصعود، انت بتقدر. أيوة. تعملها. انا مش متفق معاك انه في ظروف طبيعيه، يعني في ظروف طبيعيه اللي انت بتقوله ده، لما اكون بلعب مباراه في بطوله افريقيا وباجي العب هنا في ماتشين ثلاثه في الدوري، فريح العناصر واجهز عناصري واحضر المباراه براحتي، لكن انت ما عندكش وقت. واكيد مستوى الاهلي اللي ظهر بيه في ماتشين سيمبا بالنسبه لكولر صداع، بالنسبه لكولر مقلق، فبالتالي بيفكر في الظروف المتاحه دي وفي الوقت اللي فاضل لي ده، وانا رايح العب مع سان داونز في جنوب افريقيا، ايه السيناريو الامثل؟ هل ابدا؟ ما هو انت سالت على السيناريو الامثل. انا بقى هاخد الموضوع في سكه ثانيه خالص. احنا لما جينا اتكلمنا عن النادي الاهلي وانت بدات بيها الفقره، ان النادي الاهلي خد كام مواجهه من بدايه الموسم لحد دلوقتي؟ ست مباريات. يعني احنا لسه ما لحقناش نوصل لمرحله الاجهاد، حتى لو انت لعبت مباراه او اتنين مضغوطين، ولكن عندك من المخزون البدني ان انت لسه في بدايه موسم تقدر، وانت لعبت ست مباريات وفي لعيبه شاركت مع منتخبات. فانا اقصد اقول لك ان النادي الاهلي حاليا المفروض ان هو المخزون البدني المتاح لدى اللعيبه كويس جدا. انت ريحت لعيبه كتير جدا، احنا امبارح يعتبر على الارض ما عملناش تغييرات، انت ريحت لعيبه كتير جدا، عندك دكه بدلاء تقدر تستعين بيها، تقدر تعمل روتيشن زي ما قال كولر ان هو بيؤمن جدا بفكره الروتيشن وان اللعيبه عنده كلها او معظمها متشابهه. فانا اعتقد ان هو السيناريو الافضل ان انت تعتمد، طبعا انا اعتقد ان رضا سليم هيدخل من البدايه على حساب حسين الشحات اللي شارك في المباراه كامله، ورضا ما بداش امبارح، رضا سليم، امام عاشور على حسب جاهزيه اللاعب بعد ما تطمن على سلامه اللاعب وشفائه من الاصابه، لو جاهز هيبدا من البدايه. كل دي لعيبه فريش، لعيبه حالتها البدنيه على ارض الملعب تديك اكتر مما انت تتوقع منها، فدي اللي هتدي الافضليه للنادي الاهلي. عندك احمد نبيل كوكا ما لعبش المباراه الماضيه ممكن يبدا بيه، مروان امبارح ظهر كويس جدا وقطع اكتر من كوره. فلا، انا شايف السيناريو ان انت وانطيت وسط الملعب والاجناب هي اللي هتحكم اللقاء. تعال نشوف الحالات، تعال نبدا مع مصطفى ونشوف الحالات. الحالات دي احنا جايبينها من اخر مباراتين لعبهم سان داونز، واحده في بريتوريا على ملعبه زي ما قلت لكم، او اللي ما تابعش انتهت نتيجتها 0-0، والمباراه الاولى كانت مع برضو بيترو اتلتيكو وكانت في لواندا في انجولا وانتهت بفوز سان داونز بنتيجه 2-0. نبدا الحالات يا احمد، يلا بينا. هنتكلم على هو كده دي نقاط القوه. لو متاح لي يبدا بنقاط الضعف ماشي، مش متاح ده التشكيل. انا عايز ابدا بالتشكيل. ده التشكيل وبعد كده جهزوا لنا نقاط الضعف الاول. مظبوط، يلا. ده طريقه اللعب، اتكلمنا قلنا طريقه اللعب بتاعت سان داونز 3-4-3، ودي الطريقه اللي هيلعب بيها النادي الاهلي في مباراه الذهاب يوم 29.
زي ما شايفين ده التشكيل ده اللي لعب بيه الماتشين بتوع بيترو اتلتيكو. لا مش مش الماتشين مش الماتشين في بعض التغييرات زي كيكانا كانش موجود. كيكانا موجود في التشكيل ده لعب مكانه لاعب كوادزي لعب مكانه في مباراه العوده. اوكي لكن كوادزي هيدخل مكان مافالا اللي اتطرد فهيبقى في تعديل. كوادزي هيدخل اللي هو المساك اللي اتطرد امبارح هيدخل في التشكيل بتاع مباراه النادي الاهلي. ده مش هيلعب ماتش لحد للايقاف مش هيلعب وهيدخل مكانه كوادزي اللي لعب مباراه امس برده جنب مافالا. وكاكينا اللي هو لعب اصلا كان لعب مباراه الذهاب اصلا في بيترو اتلتيكو هيبقى موجود في التشكيل الاساسي اللي هو اصلا من اللعيبه الاساسيه موجوده معاه. ومن اللعيبه حتى لما جبنا في اللعيبه اللي احرزت اهداف هو احرز هدفين كان من اللعيبه المهمه جدا وهيبقى متواجد في مباراه يوم 29 مباراه الذهاب. نص الملعب موداو و بلوتول واليندي التشيلي وموديبا. موديبا ده هو اصلا باك ليفت واحنا كنا بنتكلم عنه قبل كده في مباراه النادي الاهلي دايما كان بيدخل لقلب الملعب لان هو عنده حته ان هو بيصنع الاهداف ودايما رؤيته مميزه جدا في الملعب فهو دخله في قلب الملعب. للعلم ان مكوينا رقم 4 ده لاعب اصلا رقم 6 هو لاعب نص ملعب اصلا لكن هو بيبين هنا ان هو بيخلي مكوينا دوت احيانا يكون في لما بيلعب على ملعبه بيبقى دايما قدام موجود في نص الملعب. حمدي فتحي بتاع موسيماني بالظبط. بس عايز اقول حاجه يا احمد هنا الشكل دوت مش هو ده اللي بيبقى في الملعب. يعني انت عندك بوتويل رقم 13 دوت ايوه ده المغربي بوتويل ده. بوتويل ده بيسقط بيلعب قلب دفاع ومكوينا بيدخل نص الملعب وموديبا بيروح ساعات ظهير ايسر هو شفت موديبا مع سان داونز شبه شويه احمد فتوح مع الزمالك يا احمد يعني بيلعب شويه ان هو يروح شويه ناحيه الشمال ويرجع يدخل هو اصلا باك ليفت فهو دخله في نص الملعب لان هو عنده اللامركزيه من بعد نص الملعب. طبعا مندييتا موجود جناح شمال وهنا برده في احتماليه هل مندييتا هيبدا او سيرينو احتمال كبير واحد منهم يبدا لانه طبعا اعتقد مندييتا هو الاقرب للبدايه ممكن يبقى هو الاقرب فعلا. هو امبارح سيرينو كان موجود لان هو عايز يشوفه يطمن لان هو عارف ان لوكاس روبيرو مش هيبقى موجود فبيطمن برده وكل تفكيره في مباراه الاهلي لان مباراه الذهاب بتاعت بيترو اتلتيكو اتحسمت مباراه العوده بالهدفين اللي كان خارج ملعبه. زواني طبعا المهاجم ومكويلي ده اعتقد اللي هو هيبقى موجود مكانه ميامي لو اعتقد هو اللي هيبقى يلعب مهاجم ده وجهه نظري مش هو اللي هيبقى موجود في مباراه الاهلي. ده التشكيل 3 4 3 هنستعرض بقى نقاط الضعف في فريق تعالوا نروح للنقاط الحالات الضعف الحالات الخاصه بنقاط ضعف في فريق سان داونز. هو طب هم دي نقاط القوه طبعا بص يبقى احنا اتكلمنا عن ويليامز انا بنفكر بس الناس ان دي ركله الجزاء الاشهر طبعا في مسيره ويليامز اللي تصدى ليها في لقاء الهلال ودي اللي ابقت في السودان بالظبط واللي دي ابقت على حظوظ النادي الاهلي في التاهل. نخش على الحلقه اللي بعدها دي لا معلش وانت بتتكلم على ويليامز ومتحمس له قوي كده نقاط ضعف ويليامز ايه من وجهه نظرك؟ نقاط ضعف ويليامز ان انت لو ضغطت عليه لو ضغطت عليه هو عنده هو عامل زي هو شبه اونانا قوي يعني هو شبه اونانا جدا شبه أونانا. لا لا هو شبه اونانا وانت هتشوف يعني حتى هتشوف وانت بتتفرج هتحس ان ده اونانا النسخه الافريقيه يعني هو كده كده اونانا افريقي انت بتتكلم على فكره اللعب انه بيلعب برجليه بيلعب برجليه كويس قوي دي بتعرض اي حارس مرمى دي بتعبص دي انا بشوف نقط ضعف اونانا حاجتين ان هو ممكن تغلطه لما تضغط عليه دي رقم واحد رقم اتنين ان هو دايما متقدم دايما بيتقدم لانه بيبقى عايز يعمل يساعد خط الدفاع دي ركله الجزاء احنا بنفكر بس الناس بويليامز هندخل على الحاله اللي بعدها ركله جزاء الحارس اللي قبل ويليامز اللي هو كان اونيانجو كان موجود كان عالمي موجود عالمي. بس كبر بقى حارس احتياطي كان عالمي طبعا عالمي كان عالمي على فكره ده خسر من النادي الاهلي 6 لا خسر مع النادي الاهلي مع نادي اخر غير سان داونز مش متذكره دلوقتي خسر 6 في الجيل بتاع ابو تريكا وبركات احنا فاكر واخر احنا ما بنسيبش حد ما بنزعلوش الكبير بتاع صلاح محسن لما صلاح محسن دي ركله الجزاء اللي تصدى ليها ويليامز في مباراه بيترو اتلتيكو وكانت النتيجه زي ما انت شايف يا احمد لسه التعادل السلب 0-0. بص يا احمد دي ركله الجزاء بص رد فعل ويليامز الحاله اللي بعدها ارتدت الكوره مره اخرى بص رد الفعل الرائع من داخل الستة ياردة بيشيل الكوره هي ركله الجزاء رجعت مره اخرى للمهاجم تصدى ليها طبعا ويليامز واخرجها كره او فرصه بروحين. الحاله اللي بعدها في نفس المباراه كل ده في مباراه الذهاب بص يا احمد الكره دي جوه الستة ياردة ورد فعل يعني يمكن الصوره مش هتبين زي الفيديو رد فعل رائع من جدا من ويليامز داخل او على خط المرمى ابقى كل ده
هو ويليامز سبب رئيسي في ابقاء النتيجه بالتعادل السلبي. هندخل على بعد كده على بدايه الهجمه. بص يا احمد، هم بيبداوا ده الشكل التكتيكي لسان داونز والكره معاهم. الشكل دوت كان موجود في مباراه الذهاب وكان موجود امبارح في مباراه العوده. بص، ويليامز دايما الكره بتبدا من عند ويليامز. الاثنين المساكين بيفتحوا زي ما انت شايف كده، كل واحد على خط من خطوط منطقه الجزاء، والاثنين اللي في الوسط مكوينا واليندي، والباقي بينتشر. احنا عشان معناش فيديو، الكره بتتناقل ما بين هذا السداسي او الخماسي اللي في وسط الملعب لحد ما بتتحول من عمق الملعب لطرف من الاطراف، بيروح بالكره وبيشكل خطوره، وده هيبان في الحالات اللي بعد كده. ده كل ده لسه الاستحواذ مع فريق سان داونز. هنشوف بقى الشكل الهجومي لما احتاج سان داونز بعد ما اخذ من المباراه او عدى وقت من المباراه ما سجلش وما استقبلش. هنشوف الحاله اللي بعد ديت. دي في الدقيقه 53 قبل ما يسجل سان داونز بسبع دقائق بالظبط. بص يا احمد، كم لاعب داخل او في الثلث الاخير لفريق بيترو اتلتيكو؟ 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه في الثلث الاخير لفريق بيترو اتلتيكو. الكوره دي الغريب بقى ان هنا مكوينا اللي معاه الكوره دوت ما شافش حد خالص من زمايله واختار ان هو يسدد وسدد. طبعا انت عارف مكوينا كان احرز هدف في النادي الاهلي من تصويب، وده مميز جدا. بص يا احمد، انت متخيل؟ بص، في اثنين او ثلاث لعيبه قريبين جدا من بيترو، ومع ذلك ما حدش ضغط عليه. اللاعب عنده خيار التسديد رقم واحد ما بيتفهمش. سدد الكوره واخرجها حارس بيترو. ثلاثه فلات افضل لماتش بريتوريا. ثلاثه فلات انا في رايي يعني تلعب بديانج ومروان وكوكا. دول التلاتة المفضلين بالنسبة لي لو كنت سألتني. أيوة. نخش على الحالة اللي بعدها علشان الوقت ده. دي حالة الهدف الأول يا أحمد. بص الاتنين اللي متمركزين، اختراق عالمي. بص خط الدفاع واقف ازاي كله، ومع يعني ذلك الكرة اهي اتلعبت من بص ده عبقرية التحرك بدون كرة. بالظبط، سر من أسرار تفوق سان داونز على الفرق اللي بيواجهها. بص الكره اتلعبت من مكوينا برضو، اللي هو اللي انت هتلاقيه موزع الكرات الاول في سان داونز في وسط الملعب، وده اللي لازم. على الرغم ان دايما هتلاقي قدامه واحد او اثنين. لا، الكادر ده الكثافه العدديه او الزياده العدديه لبيترو اتلتيكو افضل بكتير جدا. ست لاعبين مع اثنين لعيبه من سان داونز. رغم كده الاختراق حصل بمنتهى السلاسه والسهوله. لا، ده الاندهاش في اللي هيحصل، اللي هيحصل بعد كده. الحاله اللي بعد دي على طول. بص يا احمد، هيستلم. بص الكره استلمها، خط الدفاع كله رد ورجع مكانه ووقف وتمركز صح. ولكن بص بقى الباص هنا من مخوليس اللي هو اللاعب رقم 21 اللي شارك على حساب ماسيكو، ده اللي شارك في المباراه الاولى. مخوليس استلم الكوره. بص بقى الاندي اللي جاي على الدايره، محدش شايفه خالص. الحاله اللي بعدها بص اهو عمل له. بص وصل لحد فين يا احمد؟ الاندي كل دوت محدش شايفه، وصل لقلب منطقه الجزاء واتعمل له الجزاء. اقرب لاعب نقطه الجزاء. بص لا، انت بص كام لاعب بره منطقه الجزاء. 1 2 3 4 لعيبه، خمس لعيبه بره منطقه الجزاء، ومع ذلك الاندي سرق الخمسه ودخل. وده المشكله دي موجود منها عندنا في النادي الاهلي، ان بعض السرحان اللي بيحصل للاعيبه خط الوسط. الهدفين الاول والثاني كوبي بيست، انت هتشوف الهدف الثاني سيمبا شبه بعض، محتاجين يتذاكروا كتير جدا. عشان كده احنا جايبين التحركات. بص الحاله اللي بعدها اهو، استلم الاندي. لا، استلم بيمينه نموذج وعمل اسيست لنفسه. أيوه. يعني هو استلمها بيمينه وسدد على طول. الاستلامه والسنده نص الجول. طبعا لاعب مميز جدا وعنده تحرك بدون كوره، ده غير قرار التصويب. احنا برضو الاستلامه والسنده ضيعت، استلامه والسنده كتير. يعني في ذكاء في التحرك عندنا كويس جدا، في دقه تمرير عاليه جدا، في رؤيه للملعب وتحركات زمايلك هي على اعلى مستوى، لكن تيجي بقى على الاستلامه والفينش في كارثه. بص يا احمد، الراجل يعني استلم كره امبارح ربيعه ولا تاو. لا، كره بيرسي تاو صعبه جدا. يعني استلامه هي الجون. انت لو استلمت في الحته دي، انت قدامك شارع مفتوح كده اسمه ثلاث خشبات، حط زي ما انت عايز بقى، باليمين بالشمال زي ما بكعبك بقى، هتيجي جون. فهي الاستلامه كانت الجول كله. ده واحده يعني من امثله بتاعه الكره. ودي الحاجات اللي بتحسم اللقاءات زي كده. طبعا الاندي استلم بيمينه زي ما قلنا احمد، وصوب بشماله. الحاله اللي بعدها حاله الهدف الثاني. بص يا احمد، كوبي بيست نفس الكلام بالظبط. اللاعب ماسيكو اللي هو شارك في المباراه دي كبديل، لاعب سريع جدا 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 ومراوغ جيد. اتلعبت له الكره من سيرينو بقى. ده سيرينو شبه امم افريقيا. لا امام احلى من دي كتير. امام بتاعت امام كانت احلى. بس هو لعبها بالخارجي برضه. بس لا، دي شبه كره بيرسي تاو اللي كسبونا بيها في استاد القاهره جنوب افريقيا 2019. بص يا احمد، ده سيرينو اللي شارك بديل في اللقاء دوت، عمل واحده بوش رجله الخارجي لماسيكو. الحاله اللي بعدها، بص ماسيكو هيستلم اهو، استلم الكوره وراوغ على طول. يعني هو بيستلم
لقى حارس المرمى في وشه فما خدش قرار ان هو يقف، لا خدها بسرعته واللمسه اللي بعدها على طول بشماله اهي، الحاله اللي بعد دي على طول بشماله على طول لمسه واحده في المرمى الفارغ. وبص حارس المرمى طبعا خرج مبكرا يعني، فده الهدف الثاني. دي انا جايب حاله واحده بس من مباراه امبارح علشان الوقت طبعا. دي كوره ضغط فيها مخليس امبارح على ده شفت طول في حالات نقاط القوه ازاي عشان خالص. عشان ما يديكش فرصه. انا بجيب حاله الحاله هتخلص ولا ايه؟ عايز اخد نقاط الضعف. انا جايب حاله واحده بس من مباراه امبارح عشان خاطر مصطفى بس. دي ده شكل ده، بص الشكل اللي هم كانوا بيلعبوا بيه. هم بيلعبوا 10 على الرغم ان في 3 او 4 لعيبه فقط في وسط ملعب بيترو اتلتيكو. بص يا احمد ضغط عليه ازاي الحاله اللي بعدها. هنا بيترو اتلتيكو الاصفر بقى. لا هنا بيترو اتلتيكو العكس، بيترو اتلتيكو الاسود. هم بيلعبوا بالاوي وسان داونز. دي ماتش امبارح. سان داونز هو لابس اصفر. ما انا بقول سان داونز هنا بالاصفر. انا افتكرتك بتقول بيترو اتلتيكو اصفر. لا عشان سان داونز كان لابس الاسود هناك. لعب اوي في المباراه الاولى. بص يلا. ضغط وغلطه. بص الكره دي يا احمد هتروح بعد كده. يلا بسرعه في لعبه واحده خلاص، هي اخر حاله اللي جايه. ضغط عليه. بص يا احمد راحت ايه؟ راحت انفراد تالق الحارس واخرجها. فدي طريقه وفلسفه لعب سان داونز ونقاط يعني معظم نقاط القوه اللي انت ممكن تشكل عليك خطوره في لقاء الذهاب. يعني نلخص، قدراتهم في الانتشار هايله، اغلب لعبتهم عندهم تصويب على الجون او مصدر خطوره على الجون، تحركات بدون كره في اغلب الحالات اللي جابها بلال. الزياده العدديه دايما كانت لفريق بيترو اتلتيكو، رغم كده الوصول والترجمه في النهايه كان لسان داونز. روح لنقاط الضعف، ده اللي احنا عايزينه بقى. ابو حميد يلا جبت لنا ايه؟ جبت لك اهم حاجه انت عايزها. بص سالت بلال سؤال حلو جدا، قلت له ويليامز نقطه ضعفه ايه؟ انا جبت لك نقطه ضعف ويليامز. الاجابه بتاعت سؤالك اهو، ويليامز طبعا عنده ثقه زياده جدا، بيلعب بثقه كبيره. الكره دي كانت في مباراه بيترو اتلتيكو. ويليامز اللي على اليمين لابس اورنج ده، ولاعيبه بيترو اتلتيكو اللي لابسه اصفر في الماتش ده. لابسه اصفر طبعا، هو طبعا الثقه الزايده. لعب الكره اللي لعب سان داونز، هنكمل حلقه بعدها. بص لما بيترو اتلتيكو ضغط الكره دي اتقطعت، وكان سهل جدا جون اول لبيترو اتلتيكو. لا سهل جدا، الحلقه اللي بعدها هتبين كانوا 2 على الحارس المرمى، لكن يعني اهدار فرص كبير جدا من بيترو اتلتيكو. نكمل الحلقه بعدها نشوف الانفراد. هنا انفراد لفريق بيترو اتلتيكو، طبعا اتصدت الكره دي، فده ثقه ويليامز الكبيره، وان هو عايز يعمل الدور زي ما قلنا، طبعا زي ما بلال قال ان هو عايز يبدا البيلد اب، يبدا من تحت. فلو ضغطنا عليهم من ضغط عالي انا بشوف هيصفر عن من الاول. طبعا من الاول انا اتفق ان الاهلي لازم يضغط من الاول، وده هيبقى لك دلوقتي نفس مباراه سيمبا بالظبط. ده فريق سان داونز. هنا سان داونز مباراه المساحات مع سان داونز صداع كبير جدا. ده انا هوريك دلوقتي انت هتشوف كوارث. صداع يعني، على قد ما انا واثق انه في النهايه لو الاهلي في حالته احنا نقدر نعدي من سان داونز واحنا مرتاحين، بس بالزبط. الاهم انه الاهلي يبقى في حالته. بالظبط. لو الاهلي مش في حالته هو ده السؤال، هنواجه سان داونز او ما قدرش باي طريقه او انسب طريقه ممكنه. انسب طريقه نفس طريقه ونفس تشكيل مباراه سيمبا التنزاني في الذهاب. يعني بشوف بغض النظر عن الفرص اللي ما اترجمتش، لكن الطبيعي كانت المباراه تخلص 4 مش الاولاني قصدي يخلص 3 4 مستريح. يعني لو علي وامام جاهزين تفضل انهم ما يبداوش. رضا يعني وامام بقى؟ أنا لا رضا لعب هناك. رضا لعب هناك، وبشوف ان يعني علي معلول. علي معلول وامام عاشور. يعني لا هو بيقول نفس تشكيل سيمبا هناك. نفس تشكيل مباراه كريم بيس. فانا بشوف ان مباراه الذهاب يعني بشوف ان قفشه يبدا بنفس البتاع وبنفس التشكيل، ويلعب برضا سليم على حساب حسين الشحات، لان رضا سليم هو اللي هينجح طريقه اللعب. طيب نروح نكمل حالات يا مصطفى. بص هنا معلش نرجع الحاله اللي قبلها، عايز اوريك حاجه بس احمد في يلا. لا الحاله اللي قبلها نجيب بس هنا ده سان داونز. بص ده الكثافه الهجوميه اللي بيضغطوا بيها، عاملين ضغط عالي على فريق بيترو اتلتيكو. فبيترو اتلتيكو طبعا مش هيعرف يطلع بالكوره. فحارس المرمى لعب كره طوليه جدا. كمل الحاله اللي بعدها، مهاجم بيترو اتلتيكو لمس الكره للمهاجم الثاني. بص هنا نقطه هتبين حاجتين، اولا المساحات الكبيره جدا في فريق سان داونز، ثاني حاجه مين المدافع اللي اتطرد. طبعا ده اللي اتطرد امبارح مافالا اللي اتطرد، مين اقرب للكره؟ المدافع بتاع سان داونز. تخيل مهاجم بيترو اتلتيكو هو اللي هيلحقه وهيسبقه وهياخد الكره وهيطرد. ما هي دي كره الطرد. فبين يعني ده انا كان بالنسبه لنا مكسب لو كان مافالا كان موجود، لان هو عنده برده بطء شديد جدا وسوء تمركز. طب يا ريته كان هيلعب. لا هو فعلا يا ريته كان هيلعب. ان هو حتى من الموسم اللي فات عنده مشاكل كبيره. فعنده بطيء جدا يعني.
هنا برضو المساحات انا عايز اقول دي هجمه ثانيه لبيترو اتلتيكو امبارح. دي هجمه ثانيه بيترو اتلتيكو لولا بس المساحات دي نتيجه الطرد، يعني خلينا نتفق انه ده مش سوء تنظيم بقد ما هو نقص عددي برضو عشان تبقى الامور واضحه. في سان داونز صح ولا غلط؟ يعني هو يعني سان داونز دايما اصلا هو ده طريقه لعبهم، في ثلاثه ده موجودين خط في الخط. بس اقصد اقول انه لما بيبقى في لاعب ناقص ده بيكشف مساحات اكتر في الملعب. مظبوط، بيفرق طبعا جدا. مش سوء انتشار او مش سوء تمركز يعني. هو سان داونز نقطه ضعفه والكره مش معاه، ان هو دايما بيلعبوا بثقه كبيره جدا. عايز تعرف سان داونز نقطه ضعفه ايه؟ تسجل فيه الاول. بالظبط، انت لو سجلت في سان داونز الاول هيندفع هجوميا، كل المشاكل اللي موجوده عنده او نقاط الضعف اللي هتكون موجوده عنده هتبان بشكل كبير. في حالات تانية معانا؟ هو كان اخر حاله بس، اخر حاله لو معانا يلا عشان مصطفى ياخد الكرات العرضيه. بس هم عندهم سوء تمركز في الخط الدفاع هنا، يعني في حاله قبلها مهاجم بيترو اتلتيكو، على فكره ضيع في مباراتين الذهاب والعوده ضيع كتير جدا. افضل طريقه من واقع الحالات دي لاختراق عرضيات، اختراق من العمق، تسديد عن بعد، اختراق من على الاطراف، من على الاطراف مش من العمق. يعني الباكين اليمين والشمال عندهم هم الثغرات اللي ممكن تعدي، ثغرات كبيره جدا، وهم بيدخلوا قلب الملعب فبيبقى في مساحات وراهم كتيره جدا، فلو قدرنا نستغلهم. طبعا سيمبا التنزاني بالظبط في مباراه الذهاب، عشان كده بقول لك هي افضل طريقه النادي الاهلي يلعب بيها. رضا سليم هينجح طريقه كولر جدا، واعتقد ان هو هيبدا بيه مباراه الذهاب، وطبعا وجود بيرستاو كده كده يعني هيكون موجود، واتمنى ان يبقى في توفيق مع بيرستاو في مباراه الذهاب ان شاء الله. هنقرب اكتر من حضراتكم وهنتابع رحله الاهلي مع سان داونز اللي تبدا ان شاء الله يوم الخميس، وحلقه السبت ليله المباراه هنكون موجودين معاكم لمتابعه كل التفاصيل وقرايه سيناريو المباراه. الهوم ورك عندكم ماتش الحد عشان انتوا هتبقوا موجودين ان شاء الله قبل ماتش العوده في القاهره يوم الاربعاء، نذاكر مباراه الذهاب اللي نتمنى ونراهن ان شاء الله ان الاهلي يكون في حالته ويحقق نتيجه تريحنا في مباراه القاهره باذن الله يوم الاربعاء اللي جاي. بشكركم على المتابعه، بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، شرفتونا في السادسه وشكرا ليكم وتحياتي ليكم. نبتدي معاكم اسبوع جاي ان شاء الله باذن الله يبقى اسبوع موفق وناجح للنادي الاهلي.